نحاول نعمل static model modeling. نطلع على blending process. نشوف ال blending process هاي نطلع على هاي ما فيش عندي heating أو cooling ما عندنا jacket هون بالحالة. عندي tank. والتانك هون نفس الشيء فيه ستيرر. ستيرر. هاي طبعا زي ما حكيت انها بروفايلز مختلفة. بس احنا راح نفترض انه ستيرر حقق الشرط المطلوب اللي هو ايش؟ انه اعطاني هوموجينيس البلندنج البلندنج تبع هدول الرياكتنتس. هلا هم مش رياكتنتس هون هم يعني كومبوننتس. ليش ما سميتهم رياكتنتس؟ ما فيش رياكتنتس، ما فيش رياكشن. ما راح يصير فيهم تفاعل، ايش هاي البروسيس راح تكون؟ فيزيكال. اذا هاي البلندنج هي فيزيكال بروسيس. بلندنج از اي فيزيكال بروسيس، بدي اخلط التو كومبوننتس، فعندي كومبوننت A. بلاش احطهم ميكستر عشان يبينوا انهم هم. او لا هذه هون مختلفة، هلا البروسيس راح اشرحها شوي هلا هذه. إذا ميكستر اوف A and B وراح يطلع معي هلا هون نفس الشيء راح نحط هون ليفل وراح ناخذ اوفر فلو لاين هاي مختلفة شوي البلندنج بروسس خليني راح اشرحها هلا عندي هلا هون عندي راح يطلع معي من البرودكت W او بدك تسميه WP هلا هون في شيء مهم راح يكون اكس اكس هو الكونسنتريشن تبعت A then x is the controlled variable who it is concentration of component a يعني هون كانه بي هو بس حامل يعني وايه كانه الاكتيف انجريدينت فاهمين علي؟ يعني كانه انا بدي كانه بي مثلا ممكن يكون هو المي او الليكويد اللي بيحمل بس انا في كونسنتريشن تبعت ايه هي اللي بتهمني نسبه ايه تركيزه في هذا المحلول فانا بدي اتحكم فيها هلا بوصلني انا هون ميكستشر اوف A اند B يعني هون بيجي عندي محلول له W1 هذه كمان ماس فلو ريت مش فوليومتريك فلو ريت عاده فوليومتريك فلو ريت شو بنرمز لها بالرمز؟ متذكرين؟ كيو كيو عاده كيو يوجوال كيو از نستعمل السيمبل كيو فور فوليومتريك فلو ريت مثلا ممكن يكون كيوبيك متر بير مينيت مثلا او لتر بير سكند ودبليو از ذا سمبل فور ماس فلو ريت طبعا اذا الدنسيتي نفسها والدنسيتي نفسها لكل صاروا هذين انترتشينجبل بس اذا الدنسيتي بتختلف او في عندي كومبريسيبيليتي وهذا كله راح يصير تعقيدات. اذا دبليو هون عندي فعندي انا هون في محلول عم بيجي ميكستشر في داخله نسبه من A ونسبه من B. نسبه A هي X1 اذا راح احط اول شيء مربع حوالين هاي اللي هون عم بيطلع معي البرودكت اللي بدي اياه هذا الفاينل برودكت هذا راح اعلبه واخذه احطه في ازايز وابعته هذا هو البرودكت النهائي. إذا البرودكت النهائي عم بيطلع على ماس فلو ريت W وكومبوننت A في X، X يعني مثلا راح يكون 40% مثلا 30% في عندي ريشو معينة لازم أحققها فلما ببيع هذا البرودكت للزبون بقول له إنه إيه نسبة A راح تكون ولازم يكون في عليها تولرنس مش هيك؟ بدي اقول انه انا بضمن مثلا راح اوقف البروسيس هاي ممكن اعمل انذار مثلا ممكن اعمل الارم اولي إذا وصل مثلا
الفرق بين الست بوينت والكنترول فيريبل مثلا 1%، وبعدين راح اوقف البلانت كلها، اوقف البرودكشن اذا مثلا صار عندي الفرق مثلا 2%. يعني لو صار عندي مثلا يطلع عندي 42% او 38%، راح اعتبر انه هذا غير مقبول، الكواليتي كنترول تبعتي بطلت تتحقق، راح اوقف البرودكشن انا واشوف شو المشكله. راح يطلع معي الارم على 41 او 39% انه في مشكله عندي والفيربل مش عم بيطلع، لانه هذا راح يصير غير مطابق للمواصفات. لازم لما بزود الزبون ايش اقول له؟ كل الهندسه فيه تولرنس، ما في شيء اسمه فاليو. ما له معنى اجي اقول لك قص لي قطعه الخشب هاي على طول معين واسكت، مش هيك؟ ما بصير اجي اقول هاي قطعه الخشب لازم تكون مقصوصه على طول متر 20، ايش لازم اقول؟ لازم نحط تولرنس. ما بعرف كيف بدي، يعني اصلا مستحيل اقصها على 120. هلا السؤال اعملها بين 121 و119 وهي بروسيس مقبوله وبكون عامل سيتنج اب للسيستم، او اجى الزبون قال لي لا ما بصيرش، ما بكفي 119 او 121، بدها تكون 120.1 او 119.9. شو بدي صار؟ يمكن بدي بروسيس مختلفه تماما. واضح؟ التولرنس يمكن يرجع يحدد كل السيت اب تبعي هون انه هذا مقبول او مش مقبول حتى يحقق هاي. الكنترولر تبعي راح يحقق، يعني يشوف انه هذا بتتحقق ولا ما بتتحقق. هلا انا في عندي ميكستر عم بيجيني اصلا، انا ما عندي هون A وB لحالهم. الميكستر هون بالحاله هاي بيجيني A مع B وفي نسبة معينة لـ X1، بس X1 هاي لا تساوي X اللي أنا بدي إياه. لو كانت X1 بتساوي X اللي أنا بدي إياها 100%، معناها خلص فيش بروسس، هذا هو المحلول جاهز عندي هون. فمثلا هون ممكن هاي توصل A مثلا فيها 19%، وأنا بدي أرفعها لـ، كيف بدي أرفعها؟ شو بدي؟ كمان فلو. إذا بدي هون فلو لـ A، هاي الرمز تبع الفالف رح نستعمله. وهذا راح يكون A. هلا ممكن يكون هو A لحاله وممكن يكون mixture of A and B. هلا راح يكون عندي هذا W2 volumetric flow rate و X2 بتساوي قيمة معينة. خلينا نبدأ في البداية نقول انه X2 بتساوي 1. ايش يعني X2 بتساوي 1؟ ايش X احنا قلنا؟ concentration of the component. فإذا قلت 1 معناها كل هذه A وفش فيها B. حتى اتحكم في البروسيس رح نعتبر هون احنا الكنترولد فاريبل هو W2. هذا ايش الرمز هون؟ عندي فالف، هذا بروبورشنال فالف مش اون اوف فالف. ايش الاون اوف فالف؟ بفتح تماما او بسكر تماما، له تو ستيتس زي الباينري. لكن البروبورشنال فالف عماله بيعطيني فتحه متغيره، فبضل اغير الفتحه هذه الموجوده هون بحيث اني اغير الفلو ريت. قبل هذا راح يكون في بامب، بس انا هون معتبر انه انا ما بغير البامب، بغير فتحه الصمام، فبعمل ثروتلينج. ثروتلينج للعمليه. وهذا الفالف احتمال يكون ممكن يكون مانيوال فالف، ممكن يكون الاوبريتر واقف بتفرج براقب وبقول انا لازم اغير السيتنج تبعت هذا الفالف، بعيره شوي صغيره، بزيده، برفعه، بنزله. او ممكن يكون هذا ايش ممكن يكون؟ الكتريكال. الكتريكال هون في عندي سيجنال بتيجي والسيجنال بتحكم فيها بالسيتنج تبعت هذا الفالف، بعطيها رقم والرقم بيكون مثلا بالملي امبير او بيكون بالفولت. مش السيجنال هون بتتحكم بهذا الفالف وبتحرك الفالف هذا، هذا هو الاكتويتر مش هيك؟ بس هذا الاكتويتر هون مش بامب، ايش هو؟ فبصير الان اغير السيتنج تبعت هذا الفالف بحيث انه يتغير الميكستر تبع الميكستر من هون. هلا عم نفترض انه الستيرر عمل شغله 100%، فالستيرر عماله بيتحرك بشكل، طبعا هذا بيعتمد على الفيسكوسيتي تبعت الليكويدز مش هيك؟ كل ما كانت الفيسكوسيتي اعلى رح يصير عمليه الستيرنج اصعب، واصعب اني اضمن انه هذا يصير هوموجينيوس سوليوشن. بس احنا مفترضين الاسامبشن اللي عاملينه من الستيرر انه اسامبشن انه الستيرر شغله عم بيشتغله بشكل ممتاز بحيث انه المحلول هذا صار هوموجينس. هون من ايش؟ من ناحيه درجه حراره، هون من ناحيه خليط. يعني ما بيصير يكون عندي تركيز A هون مختلف عن تركيز A هون، مختلف عن تركيز A هون. المفروض اذا ستيرر اشتغل شغله بشكل صحيح تركيز A في كل المحلول هذا راح يكون متساوي. واحنا بنفترض هون انه سرعه الستيرر هذه كونستنت، هذا مش جزء من الكنترولر. خلاص انا بشغله على اعلى ستيرنج ممكن وبتركه يضل شغال طول الوقت طول ما العمليه شغاله.
اللي بتحاب اتحكم فيه منهم. اذا انا بدي الان عندي X1 من هون وعندي W1. خلينا نفترض لو فرضنا مثلا في البداية كأسامشن انه هذا constant وهذا disturbance variable. هدول constant W2 عفوا متغير و X2 راح افترض انه constant. اذا كان طبعا X2 واحد معناها انا عم بدخل pure A. اذا الان شو المانيبيوليتد فاريبل؟ W2 مش هيك؟ هو اللي بدي اتحكم فيه. رح نيجي نطلع نحط كنترول سيستم، رح نيجي نحط البلانت. الاوتبوت تبعها نفترض هلا W بيعتمد على W1 و W2 مش هيك؟ فإذا DV على DT constant، إذا V constant عفوا DV على DT 0 وهذا ضمنته من الاوفر فلو لاين من هون، اذا بقدر اقول انه W1 زائد W2 بتساوي W من هون. وبعدين عندي هون X، X راح يكون بقدر احط سنسر، بقدر احط له سنسر هون، ايش نوع السنسر بده يكون؟ بده يكون في سنسر خاص يقيس تركيز المحلول. ها عندي سنسر خاص من هون راح يكون ترانسميتر، راح يطلع هون الكتريكال فيربل، والالكتريكال فيربل هذا راح يقيس تركيز ايه في المحلول اللي خارج من هون. هلا راح يصير في عندي هلا هون كمان نفس الشيء راح احط عشان نذكر حالنا انه في عندي هون اكتويتر، والاكتويتر هو بروبورشنال فالف. بروبورشنال فالف يعني عندي هاي السيجنال اللي داخلت له في اوف تي، والهاي اللي هي فلو. هو الاصح اني اقول انه في وعماله بيتحرك هو بالبوزيشن، البوزيشن تبع السبول اللي بداخل الفالف. مين ما اخذته هيدروليكس؟ اخذته بروبورشنال فالف. ما مرت عليكم ما اخذته. فهاي عم بفترض انه عندي هون هلا فعليا خلص بعد فتره معينه هذا البوزيشن راح يوصل فولي اوبن مش هيك؟ فولي اوبن حيصير عندي فيش فولتج اعلى من هيك احطه. فبصير عندي هلا هذا البروبورشنال فالف راح يؤدي الى W2 مضبوط. راح نفترض انه X1 constant من هون. هاي هذا U of T وهذا هون U of T سميها U of T داش. وهلا عندي هون حاخذ اكس احطه على ترانسديوسر، راح اقرر انا هون اكس اس بي اكس بعد على الكنترولر. اذا كمان نفس الشيء اذا بدي اعمل هلا فيد فورورد ايش بدي اقيس؟ بدي اقيس مثلا احتمال كبير اني اقيس اكس 1. اكس 1 هو اكثر ديستربنس فاريبل بياثر عليه. فبقيس X1 بكون هو الديستربنس فاريبل وبدخله على الكنترولر، فبكون عندي بكون عندي. طيب كيف راح يكون شكل الكنترولر لو استعملنا فيد فورورد؟ لو ما عملنا هيك ما راح يكون عندي هذا موجود هون ولا هذا. راح يدخل عندي على الكنترولر XP XSP، وايش راح يدخل عندي كمان؟ في داخل الكنترولر الان راح اكون انا حاطط معادله واقول اذا اكس 1 قيمتها هالقد ايش ايش الفاليو تبع دبليو 2 المطلوب حتى يتحقق عندي اكس يصير يساوي اكس اس بي. وهلا في معادلات بنقدر نحطهم، نكتب معادلات معينه نشوف ايش المطلوب قديش لازم تكون قيمه اكس دبليو.